السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم شروق سعيد من تيم اور كورس. هنشرح مع بعض الاسوفيجس. اول حاجة، احنا دلوقتي في اي اورجان في الاناتومي بندرس عنه ايه او بنعرف عنه ايه؟ اول حاجة بعرف المكان بتاعه موجود فين، بعرف الاجزاء بتاعته عبارة عن ايه، موجود مثلا جزء منه في حتة معينة ومكمل في جزء تاني، تمام. بشوف مثلا هو بادئ منين ورايح ينتهي فين. بشوف طبعا اي اورجان محتاج بلاد سبلاي، محتاج فينوس درينج، محتاج لمف نودز، تمام، لمفاتيك درينج يعني، محتاج برضو النيرف سبلاي، تمام. فده اللي هنعرفه مثلا او هنطبقه معانا في الاسوفيجاس دلوقتي. اول حاجه، الاسوفيجاس ده عباره عن ماسكولار تيوب اباوت 25 سنتي، عباره عن تيوبه كده او انبوبه، زي ما احنا شايفين ده الاسوفيجاس اهو، اللي هو اللي انا بشاور عليه ده، ونازل تحت اهو، ده الاسوفيجاس، تمام. عباره عن انبوبه عضليه وبيبقى طولها حوالي 25 سنتي. زي ما احنا شايفين الاسوفاجس ده حاجه طويله، ماشيه في كذا جزء، يعني ماشيه في جزء منها في السيرفايكال، جزء ماشي في الثوراكس، هو جزء هيكمل تحت في الابدومين، تمام. فهو عباره عن انبوبه طويله يعني، وطولها حوالي 25 سنتي، تمام. طب هو اصلا جاي منين؟ يعني الاوريجن بتاعه بادئ منين؟ اول حاجه، فاكرين لما قلنا ان الفارنكس بينتهي عند سيرفايكال فيرتيبري رقم 6 وبيكمل بالاسوفيجاس، تمام. فده نفس الكلام عند السيرفايكال فيرتيبري رقم 6 هيبدا الاسوفيجاس وهينتهي الفارنكس. طيب، وقلنا برضو هنا حته كده عند اللي هو الكريكويد كارتليج بيبقى موجود في الحته دي وبيطلع منه مصل بتروح للبلد اللي هو الفارنكس يعني، تمام. طيب، الكريكويد كارتليج برضو بيبقى موجود في الحته دي بالظبط، اللي هو عند نهايه الفاركس وبدايه الاسوفيجاس. فاكرين لما قلنا برضو ان هو كان بيعمل السفنكتر اللي ما بينهم، كان بيعمل المصل اللي بتعمل السفنكتر اللي ما بينهم. السفنكتر ده عباره عن صمام، ده اللي هو بيتحكمني في يعني انه الاكل يتحرك من هنا لهنا، تمام. فانا لازم ابقى عارفه انه بدايه الاسوفيجاس هي هياها نهايه الفاركس، لانه احنا عندنا الجي اي تي عباره عن تراكت كده او مسار بيسلم لبعض، وده بيدي ده، وما بينهم بيبقى عباره عن بواب كده او حاجه واقفه بتتحكم انه الاكل يدخل. نفس الكلام برضو هقوله في نهايه الاسوفيجاس بعد شويه، تمام. طب زي ما احنا قلنا انه الاسوفيجاس دوت عباره عن انبوبه طويل، انا بنحاول نشبهها برضو بان هي عامله زي انك راكب في عربيه وقاعد جنب سواق مثلا، والدنيا حلوه والناس عماله تركب وتنزل وانت قاعد مكمل في الطريق. نفس الكلام الاسوفيجاس، الاسوفيجاس الاستراكشرز عماله تروح وتيجي وهو يعني مكمل في الطريق ومروق على نفسه وقاعد في كل حته، مكمل في التراكت اللي موجود اللي انا بشاور عليه ده كله، تمام. ده كله كده مسار الاسوفيجاس. طيب، الجزء ده مش حاجه واحده، لا ده جزء منه سيرفايكال وجزء منه ثوراسيك وجزء منه تحت ايه في الابدومين، تمام. اول جزء معانا السيرفايكال، 4 سنتي بس منه اللي بيبقى ريليتد للروت اوف ذا نيك، تمام. تمام. طيب بعد كده عندي في الثوراسيك بارت، الثوراسيك بارت بيبقى 20 سنتي منه من الاسوفيجاس، يعني تبقى موجوده في الجزء ده كده بالظبط، وبتبدا ان هي جزء منها يبقى في السوبيريور ميديستاينم وفي البوستيريور ميديستاينم. ده احنا خدنا الاسماء دي قبل كده. فاكرين لما قلنا انه لو انا عندي مثلا دي لانج اهي ودي لانج اهي، معوقه شويه بس تمام، وما بينهم الفراغ اللي بينهم ده بنسميه الميدياستاينم. الميدياستاينم اللي ما بينهم دوت، فاكرين برضو لما قسمناه لسوبير ميدياستاينم وانفيرو ميدل والبوستيرو والكلام ده كله. الاسوفيجاس كان فيه طبعا الهارت بالجريد فيسلز بتاعته، كان فيه ستراكشرز كتير ماشيه من ضمنها الاسوفيجاس اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. فالاسوفيجاس ده كان ماشي فين؟ كان ماشي في السوبير ميدياستاينم وكان ماشي في البوستير ميدياستاينم، تمام. ده كده في منطقه الثوركس. بعد كده هلاقيه دخل على منطقه الابدومين. طبعا احنا عارفين انه اللي بيفصل لي الثوركس او منطقه الثوركس عن الابدومين غشاء كده او غشاء عضلي، يعني اللي هو عباره عن فاصل من الماسلز كده بنسميه الدايفرام. الدايفرام بتفصل لي الثوركس عن الابدومين، تمام. طيب، الاسوفيجاس عشان يعدي من هنا لهنا المفروض ان هو يعمل بيرسنج للدايفرام ويدخل على الابدومين، تمام. هيعمل بيرسنج للدايفرام عند التي او الثوراسيك فيرتيبري رقم 10،
تي 10 او الثوراسك فيرتيبري رقم 10. تمام تمام، عمل بيرسينج ودخل للابدومين. تمام، هيمشي في الابدومين. طبعا احنا قلنا ان هو 25 سنتي. تمام، يعني انا قلت ان هو 25 سنتي، سوري انا قلت ان هو 25 سنتي، قلنا 4 سنتي مشوا في السيرفايكال و20 سنتي مشوا في الثوراسك، هيبقى كام؟ من 1 2 سنتي كده هيمشوا في الابدومين، جزء بسيط خالص. بعد كده هيبدا ان هو يكملي بقى بالايه، بحاجه اسمها الكاردييك اوريفيس. الكاردييك اوريفيس احنا هناخدها دلوقتي. هي اتسمت كاردييك ليه؟ نتيجه انه الهارت بيبقى ريليتد للحته دي، بيبقى ريليتد للجزء ده من الاستومك، فبنسميه كاردييك اوريفيس. اوريفيس يعني فتحه، وكاردييك قلنا ريليتد للكاردييك للهارت يعني. تمام، الكارديك اوريفيس دي نهايه الاسوفيجاس وبدايه الاستومك. فاكرين لما قلنا هنا السفنكتر بتاع الكريكو كريكويد كارتج هنا؟ تمام، نفس الكلام برضو، قلت نهايه الاسوفيجاس هنا هتبقى الكارديك اوريفيس وهتبقى بدايه الاستومك. تمام، زي ما احنا قلنا، وقلنا طبعا ان هو يعني الجي اي تي كله تراكت بيسلم لبعضه، فبدايه الحاجه هتبقى نهايه الحاجه اللي بعدها. تمام، اللي قبلها. المهم يعني، فعندنا الاورفيس ديت بتبقى عند التي 11 او الثوراسيك فيرتيبري رقم 11. تمام كده، يبقى احنا عندنا ملخص السلايد دي ايه؟ ان انا عندي الاسوفيجاس ده عباره عن ماسكولار تيوب، انبوبه كده من العضله، يعني انبوبه عضليه طولها حوالي 25 سنتي. بدايتها هي نهايه الفارنكس. الفارنكس اللي هو البلعوم بيكمل منه الاسوفيجاس اللي هو المريء بتاعنا، بيبقى نهايه الفارنكس هو بدايه الايه الاسوفيجس. عند السيرفايكال فيرتيبري رقم 6 وعند اللور بوردر بتاع الكريكويد كارتليج. تمام، بعد كده هيكمل الاسوفيجس بتاعي، هيمشي في 3 مناطق. هيمشي في السيرفايكال بارت، بيبقى حوالي يعني 4 سنتي منه ريليتد لايه؟ للروت اوف ذا نيك، للروت اوف ذا نيك. تمام، بعد كده هيمشي في الثوراسك، يعني في الثوراسك اريا او الثوراسك بارت دوت، بيبقى عباره عن 20 سنتي اطول حته فيه. حتى ساعتها يعني قلنا انه الفراغ اللي هنا دوت اللي بنسميه ميدياستاينم ما بين الاثنين لانكس، وبيبقى ماشي في السوبير ميدياستاينم والانفير ميدياستاينم، السوبير ميدياستاينم والبوستير ميدياستاينم، بيكمل فيه. تمام، بعد كده قلنا ان هو هيعمل بيرسنج للديافرام وهيعدي، هيبقى في هيعمل لي الابدومينال بارت منه، هيبقى حوالي 1 سنتي اللي هو بقيه الايه ال 25 سنتي اللي هو طوله. هيبدا ان هو يعمل بيرسنج للديافرام ويدخل في الابدومينال اريا. هيبدا بعد كده يكمل لي هينتهي بحاجه اسمها الكارديك اوريفيس، هتبقى هي بدايه الاستومك عند الثوراسيك فيرتيبري رقم 11. تمام تمام، طيب الاسوفيجاس ده عباره عن انبوبه ماشيه كده، هل هي ماشيه استرييتد على استقامتها ولا فيها ثنيات او فيها كيرفز وهي ماشيه؟ لا، فيها كيرفز. تمام، في كيرف عندي اسمه انتروبوستيرور كيرف، انتروبوستيرور كيرف. تمام، لو جيت بصيت هنا على الاسوفيجاس، بصوا هو منحني ناحيه ورا، يعني انا لو جيت بصيت من قدام هلاقيه كونكيف من قدام، كونكيف فورورد ومنحني ناحيه ورا. نتيجه ايه؟ في اصلا استراكشرز موجوده هنا، الهارت وموجود فيها كذا حاجه قدام الاسوفيجاس، فطبيعي ان هي تعمل ضغط عليه وتقول له ارجع ورا شويه، فيبقى بيرجع ورا شويه او بيبقى كونكيف ناحيه فورورد يعني. تمام، يبقى هو في انتروبوستيرور كيرف بتحصل نتيجه ايه؟ انه الاستراكشرز الموجوده على قدام الاسوفجس يعني بتعمل كومبريشن عليه وتضغطه فبيرجع لورا شويه. تمام تمام، تاني حاجه برضو سايد تو سايد، لو جيت بصيت هلاقي برضو ان هو مش نازل عدل كده، هلاقي فيه حته شفتت ناحيه الايه الليفت، عند مين؟ عند اول حاجه عند تي 1 وتي، تاني حاجه عند تي 7 تي 7. تمام، يبقى لو جيت بصيت هلاقي هنا بالظبط كده عند الابر لاترال كالفيتر اللي هو يعني الثانيه اللي حصلت ناحيه الليفت الاولى عند السيرفايكال او الثوراسيك فيرتيبري رقم 1، وتحت برضو عند الثوراسيك فيرتيبري رقم 7 حصل برضو نفس الكلام ان هي اتشفتت ناحيه الليفت كده. تمام،
تمام. يبقى احنا عندنا الكيرفز بتاعتي، اول حاجه الانترو بوستيرير اللي هي الانترو بوستيرير اللي هي دي كده، ان هو بيرجع ناحيه البتاع ده، الستراكشرز قدام بتضغطوا ناحيه ورا ناحيه بوستيرير، فبيبقى كونكيف من لو جيت بصيت عليه من قدام هلاقيه كونكيف. تمام. تاني حاجه سايد تو سايد، عند مستوى التي 1 او التي 7 بيبقى شفتت او بيتشفت يعني ناحيه الليفت. تمام. تمام. بيتشفت ناحيه الليفت ناحيه الشمال. طيب بعد كده عندي الاسوفيجاس برضو، مش انبوبة نازلة كده اليومن بتاعها واحد، الوسع بتاع اليومن بتاعها واحد، لا ده هي بتبقى نازلة كده بتضيق في منطقة وتبدأ ان هي توسع تاني، وتضيق في منطقة وتوسع تاني. تمام. نفس الكلام بقى الاسوفيجاس ماشي على نفس النظام ده، ان هو بيضيق عند حته ويبدا يوسع عند حته تاني. طب عدد الكونستريكشنز اللي حصلت دي هم بيبقوا اربعه، اول واحده بتبقى عند البدايه، فاكرين لما قلنا الاسفنكتر بتبقى حته ضيقه او عباره عن صمام هي بتتحكمني في دخول الاكل من المنطقه دي للمنطقه دي وكده، هو عند بدايته بيبقى في سفنكتر بيبقى على بعد 6 انش فروم الانسايزر. ايه الانسايزر دي؟ اللي هي الاسنان القواطع اللي بتبقى في اول الماوس عندنا. تمام. ديت انا بقيس من عندها اللي هي بدايه الجي اي تي وكده، فانا بقيس من عندها الايه البعد بتاعي. طيب اول حاجه قلنا هو عنده 4 كونستريكشنز، اول واحده بتبقى عند بدايته بتبقى على بعد 6 انشز. هحفظ الرقم ده والارقام اللي بعدها سهله اجيبها ازاي. 6 هنزود 3 تبقى 9، هنزود 3 تبقى 12، وهنزود 3 تبقى 15. بعد كده جبت الارقام كلها حفظتها، حفظت رقم 6 بس وزودت 3 وانا ماشي. طيب الكونستريكشن دي اصلا عباره عن حته ضيقه، طب الحته الضيقه دي لها سبب فانا لازم اعرفه. طيب اول حته قلناها ان هي سفنكتر، والسفنكتر بتبقى حته ضيقه عشان تتحكم لي، بتبقى عباره عن مصل يعني بتتحكم لي في دخول الاكل، فلازم تبقى حته ضيقه عشان ايه ما تدخلش كله على طول كده، لا لازم يقف شويه. طيب دي كده قلنا عند 6 انش فروم ذا انسايزر. تمام. دي اول واحده. طب تاني واحده at the crossing of the arch of the aorta، الارش اوف اورتا هو معدي على الاسوفيجس. طبعا احنا عرفنا هنعرف الريليشنز كلها، ممكن يكون عندنا معلومات سابقه من دراستنا الميدياستينم بس برضو احنا هنشوفها دلوقتي. الارش اوف اورتا هو معدي على الاسوفيجس بيعمل لي ان هو بيضيق عليه شويه فيعمل لي ايه كونستريكشن دوت على بعد 9 انش فروم ايه الانسايز. واحنا خلاص الارقام بالنسبه لنا مش مشكله، ادي هو الارش اوف اورت هو معدي على الاسوفجس المفروض ان هو يكمل، فهيعمل لي ان هو يضغط على الجزء بتاع الاسوفجس ده فيعمل لي كونستريكشن او حته ضيقه هنا. تمام. على بعد 9 انش من الانسايزر. تمام. تالت حته معانا اللي هو از كروسنج اوف ليفت برونكس، لو جيت بص على بعد 12 انش فروم الانسايزر، لو جيت بصيت على التراكيه اهي، التراكيه بتبقى قدام الاسوفيجس، هنشوف دلوقتي ريليشنز وهتبقى باذن الله بسيطه. ادي التراكيه، التراكيه بتنقسم هنا بالظبط على بعد يعني او على مستوى من تي 4 لتي 5 كده، بتبدا ان هي تتقسم للمين برونكس بتاعتنا اللي هي الليفت برونكس والرايت. ادي الليفت برونكس وهي معديه على الاسوفيجس، بتبدا ان هي تعمل لي كومبريشن عليه وتعمل لي ايه حته ضيقه بنسميها كونستريكشن على بعد كام، على بعد 12 من الانسايزر. رابع حاجه معانا واخر حاجه الديافرام، الديافرام اوبننج. تخيل كده حاجه زي الاسوفيجاس انبوبه معديه بتعمل بيرسنج للديافرام، طبيعي ان الديافرام هيقاوم ده فايه هيضغط عليها شويه، هيضغط عليها فيعمل حته ضيقه فتبقى برضو نفس الكلام هيعمل لي كونستريكشن في الحته دي على بعد كام؟ على بعد 15 انش فروم الانسايزر. يبقى احنا كده نقولهم تاني، اول حاجه اول انسايزر عنده بتبقى في البدايه على بعد 6 انش، بعد كده الارقام التانيه جايه سهله هجيبها، اول واحده الارش اوف اورت هيعدي من عليه على بعد 9 انش زودت 3، بعد كده الليفت برونكس هتعدي من عليه هتعمل لي كونستريكشن على بعد 12 انش فروم الانسايزر زودت 3 برده، بعد كده الدايفراماتيك اوبننج بتبقى على بعد 15 انش فروم الانسايزر. تمام. طب ايه الكونستريكشنز اللي انا عمال اقول عليها دي، هل لها اهميه؟ قال لك لو انا مثلا انا واحد يعني انا لما هنقف في الاستقبال ان شاء الله هيجي لك حالات هيماتومسس كتير، يعني ايه هيماتومسس؟ يعني الشخص بيرجع دم. تمام.
الشخص بيرجع دم لها اسباب كتير. مثلا انا كدكتور هشك في حاجه مثلا زي الالسر، السر في المعده. طيب، او مثلا ممكن تكون حاجه اسمها السر في المعده، يعني هي ايه؟ قرحه في المعده، او دوالي مريء. دوالي مريء اللي هي بتبقى حاجه اسمها اسوفاجيال فاريسز، هناخدها كمان شويه كده، هنشوفها هنا يعني في المحاضره دي. دوالي مريء عبارة عن الفينز بيحصل لها دايلاتيشن، فلو ربشرت هتطلع ايه البلاد يعني، وهتحصل ايه الهيماتومسيس بتاعتي، الهيماتومسيس. تمام. طيب طيب انا دلوقتي عايزه اتاكد ايه السبب، او عايز اعرف ايه السبب في الهيماتومسيس اللي حصلت دي. اول حاجه هعمل حاجه اسمها اسوفاجيسكوب. يعني ايه اسوفاجيسكوب؟ هجيب منظار. المنظار ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيوب كده، بتبقى نهايتها كاميرا. الكاميرا دي متوصله على شاشه، هبدا ان انا ادخل بالتيوب بتاعتي، والكاميرا اللي فيها هتصورني طول ما انا ماشيه. هبدا ان انا اشوف الحاجات دي، وابدا ان انا اشوف على الشاشه واعرف ايه المشكله فين يعني وكده. فالمهم الكونستريكشنز ديت، قال لي ذيس كونستريكشن ات ذا ديستانس شود بي this distance، يعني انا عارفه الاماكن بتاعتها، المسافات بتاعتها. should be expected to make some resistance، وانا ماشيه المفروض ان انا دي حته ضيقه، فهعمل هتعمل resistance، هتعمل مقاومه وانا داخله بالتيوبه بتاعتي او بالمنظار بتاعي يعني. تمام. فدي برضو بتعرفني انا دلوقتي عند الحته دي، او على بعد كذا، فهعرف انا على بعد كذا من الحته الضيقه دي. ممكن اعد مثلا 1 2 3 4، عديت 4 حتت ضيقه، فخلاص انا كده خلصت الاسوفجس ودخلت على الايه الاستومك، فاعرف ان انا خلاص دخلت في الاستومك، وابدا ان انا اشوف ايه، اركز بقى على حتت الالسر اللي انا عايزه اشوفها والكلام ده كله. تمام. تمام. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها انه برضو ممكن عيل صغير مثلا بيلعب بحاجه وبلعها، فالحته الضيقه دي ممكن ان هي الفورين بودي جيت اوبستراكتد ات ذا كونستريكشن، يعني الحته الفورين بودي الطفل ده بلعه غصب عنه، هتقف في الحته الضيقه اللي هي الكونستريكشنز اللي موجوده عندي دي. تمام. تمام. يبقى السلايد ديت بتتكلم عن ايه؟ اول حاجه الكيرس بتاع الاسوفيجس هو منحني لورا، اللي هو بيبقى انتروبوستيريور، بيبقى يعني منحني ناحيه ورا كده. لو جيت بصيت من قدام هلاقيه كونكيف، كونكيف. تمام. وكمان عند تي 1 بيبقى شفتت ناحيه ليفت، ونفس الكلام عند تي 7 بيبقى شفتت ناحيه ايه الليفت. بعد كده عندي الكونستريكشنز وقلناها، عندي تي عند على بعد 6 انش البدايه، الارش اوف اورت على بعد 9، والليفت برونكس عند على بعد 12، والايه الدفرماتيك هو داخل بقى للابدومين يعني منطقه الابدومين على بعد 15. عرفنا فايده الكونستريكشنز دي، بتعرفني المسافات اللي انا عليها وانا بعمل الاسوفجيسكوب، و كمان لو في فورين بودي داخل بتبدا ان هي تحبسهولي، توقفه مكانه يعني. تمام. تمام. بعد كده عندي زي ما احنا قلنا انه اي اورجان عندي هبدا ان انا اشوف الريليشنز بتاعته، الاورجانز اللي معديه حواليه ديت بتمثله قدام ولا وراه ولا جنبه ولا ايه كده. فاول حاجه الريليشنز عندي انتيريور ريليشن، يعني انا جايبه الاسوفيجس حطاه من ايماه، وبشوف الاستراكشرز اللي قدامه بقى. تمام. اول حاجه ان ذا نيك اند سوبير ميدياستاينم التراكي، مريحاني على الاخر في المنطقه بتاعه النك واللي هي السيرفايكال يعني، وفي منطقه السوبير ميدياستاينم التراكي بتبقى قدامه. خلاص خلصنا. طيب على بعد او على الليفل بتاع تي 5 بتبقى الليفت برونكس هي اللي قدامه، الليفت برونكس على بعد تي 5. يعني ايه لسه برضو قايلين انه اصلا هنا التراكيه على عند تي من تي 4 تي 5 كده بتبدا ان هي يحصل لها بتنقسم لل البرونكس بتاعتنا. فهنا عند تي 5 فعلا بلاقي ان الليفت برونكس هي بتبقى معديه على الاسوفجس. تمام. خلاص كده. طيب من تي 5 لتي 8، من تي 5 لتي 8 المكان ده محجوز لمين؟ للكبير بتاعنا الهارت. الهارت هيبقى جاي هنا بالبريكارديوم بتاعه. طب جزء مين بالظبط؟ حته اسمها اوبليك ساينس وليفت اتريوم. تمام. ليفت اتريوم هناخد الجزء ده حته كلينيكال كده، بس هناخدها في الاخر. لما بيحصل كارديوميجالي يعني عند الهارت فيلير، لما بيحصل هارت فيلير او كارديوميجالي الحته دي بتضغط على الاسوفجس، فالمنطقه دي بتبقى رفيعه شويه. تمام. تمام. طيب بعد كده عندي
between the levels of من تي 8 لتي 10، دي بتبقى منطقة الديافرام. الديافرام حتة كده عبارة عن قبة نازلة لتحت، فهي مش يعني مش حتة مستقيمة كده، لا هي قبة نازلة لتحت، فواخدة من تي 8 لتي 10، ده كده حتة ايه ديافرام هو اللي مغطيها. بعد كده في منطقة الابدومين بقى ليفت لوب اوف الليفر which is grooved by الاسوفيجس. طبعا احنا عارفين انه الاستومك على الناحية الشمال، فطبعا يبقى والاسوفيجس هيبقى رايح لها فيبقى على الناحية الشمال بديهي يعني. طيب والليفت لوب اوف الليفر بتبقى جاية في المنطقة دي كده، بتغطي لي جزء من الاسوفيجس اللي موجود في منطقة الابدومين اهو. الاسوفيجس ده بيبقى covered by connective tissue and visceral peritoneum which contains the anterior and posterior vagal nerves. ايه الكلمه اللي احنا قلناها دي او الترجمه دي؟ نشوف بقى. الاسوفيجس طبعا احنا عارفين في منطقه الابدومين الاورجانز اللي فيها بتبقى ماسكه في بعضها ازاي بالبروتينيم، بيبقى ماسكها لي وكونكتيف تيشو. ليه؟ لانه الاورجانز هنا مش ماسكه في عظم، ما فيش اصلا عظم بيحفظها، ده هو الابدومين الاول بس اللي مغطيها، فلازم نكون ربنا سبحانه وتعالى ممسكها في بعضها بحاجه اسمها بروتينيم. تمام. وكمان الاسوفيجس طلع ماسك في كونكتيف تيشو. تمام. تمام، يعني هي جاست ان هي حاجات بتمسكه خلاص وبتثبته هنا. المهم بيبقى عليه بقى الانتيرو اند بوستيرو فيجال نيرفز. بص، هو الانتيرو بوستيرو فيجال نيرفز دي اصلهم الليفت فيجاس والرايت فيجاس. الليفت فيجاس والرايت فيجاس اللي هما دولت بيبقوا نازلين يعني ريليتد للاسوفيجاس ان هما ليفت ورايت. بعد كده لما بينزلوا تحت في الايه في منطقه الابدومين، بص هو بقى بوستيرو فيجال اهو، بوستيرو فيجل وانتيرور فيجل، بقى انتيرور بوستيرور. يعني بص هو اتشفت بقى انتيرور، واللي ورا اللي هو الرايت ده بقى بوستيرور، بقى الورا. تمام. تمام. فعشان كده بس اسمائهم اختلفت، لكن هما زي ما هما بيعملوا النيرف سبلاي للاسوفيجس، هناخدها في الايه في النيرف سبلاي. تمام كده. يبقى السلايد دي عرفنا الخلاصه بتاعتها، ان هو الانتيرو ريليشن عند النيك والسوبيريور ميدياستاينم بتبقى تراكيه عند الليفل اوف تي 5. البرونكس اللي هو عندها التراكيه كانت بتتقسم يعني، فيبقى الليفت برونكس هي اللي بتغطيها. بعد كده من تي 5 لتي 8 الكبير بتاعنا اللي هو الهارت، من يمين بالظبط اللي هو الليفت اتريوم. بعد كده ما بين التي 8 لتي 10 اللي هو الدايفرام. عند تي 10 فاكرين كان بيحصل انه الاسوفجس بقى بيخرج من الدايفرام ويدخل ايه في الابدومين، يدخل في الابدومين مين اللي ريليتد له الليفت لوب اوف الليفر. وكمان بيبقى سوري بيبقى متغطي بالكونكتيف تيشو وفيسرال بريتونيم. بيبقى عليه مين؟ الانتيرو والبوستيرور فيجال نيرفس اللي هي بتعمل له النيرف سبلاي، اللي هما كان اصلهم مين؟ الليفت فيجاس والرايت فيجاس. تمام. بعد كده البوستيرور ريليشن، ودي مهمه. البوستيرور ريليشنز بتاعتي اول حاجه عندي يعني ايه البوستيرور ريليشن؟ يعني انا شايله الاسوفيجس وبصه لحاجات اللي تحتي مين، يعني شوف الحاجات اللي تحت الاسوفيجس ايه. تمام. تمام. اول حاجه في النيك وفي السوبيريور ميدياستاينم ورا مين؟ الفيرتيبرال كولم. الجزئين دول مريحنا خالص، يعني شوفوا كان في الانتيرو ايه كانت تراكيه، هنا في البوستيرور كان الفيرتيبرال كولم بس. طيب البوستيرور ميدياستاينم ده اللي مدوخنا، الاسوفيجس از سيبريتد فروم الفيرتيبرال كولم باي هذا حاجه هنا نشوفها مين اللي هم عندي. اول حاجه الثراسيك داكت ازايجوس فين والهيمي ازايجوس. الازايجوس فين ده بيبقى على الناحيه الرايت. تمام. الناحيه الليفت بيجي منها الهيمي ازايجوس. تمام. عشان يصبوا في الازايجوس. طيب بعد كده عندي ديسندنج اورتا ورايت بوستيرور انتركوستال ارتريس. تمام. يبقى دي كده الحاجات اللي هي في البوستيرور ميدياستاين. هنسكمهم في كلمة طرد. لو جينا بصينا تي اي ار دي. تمام. دي كلمة طرد. هنسكمهم ازاي؟ اول حاجة ثراسك داكت تي الاي اللي هي الازايجوس فين والهيمي ازايجوس معايا يعني خلاص. الار اللي هي رايت بوستيرور انتركوستال ارتريس والدي اللي هي الديسندنج اورتا. تمام. يبقى كلمة طرد ثراسك داكت ازايجوس فين الار اللي هي الرايت بوستيرور انتركوستال ارتريس والدي اللي هي ديسندنج اورتا. تعالوا نشوف على الرسمة بقى. عندي اهو دي المفروض ان هو بصوا الحته المقطوعه دي الحته سوري الحته المقطوعه دي اللي هي الاسوفيجس. تمام.
اللي هي قطعها دي. شفت وراها ايه؟ ادي ديسندنج اورتا، ادي الازايجوس فين، ادي بوستيرور فيسلز بتاعه الايه الرايت بوستيرور انتركوستال ارتريز، وكمان عندنا الثوراسيك داكت، هي بيبقى لونها اخضر كده، هي دي كده يعني في الحته دي يعني كده، بس هي مش باينه بس عشان الرسم. تمام، ممكن نقرب. الخضره دي هي الثوراسيك داكت، تمام، هو مشاور حتى عليها اهي، ادي الثوراسيك داكت اللي هي الخضره دي. يبقى احنا عرفنا الريشه، ادي ديسندنج اورتا، ادي ثوراسيك داكت، ادي ازايجوس فين، والمفروض هي ازايجوس بيجوا من الناحيه الليفت يصبوا فيه، هو على الرايت وهما بيجيلهم من الناحيه الليفت يصبوا فيه. طيب وبعد كده عندي اخر حاجه اللي هي البوستيرور انتركوستال الرايت، بوستيرور انتركوستال ارتريس. تمام تمام بعد كده احنا قلنا كده في البوستير ميديستاين. اخر حته بقى معانا اللي هي الابدومينال بارت، ديت بتبقى ريليتد لها ايه؟ ليفت كراس اوف ذا ديفرام، ليفت انفيرير فرينيك فيسل، وليفت جريتر سبلينيك نيرف. كلهم ليفت مبدئيا كده، كلهم ليفت. ليه؟ لان هو اصلا موجود في الحته دي، هو الحته دي كده ونازل عليه حته الدايفرام، والفيسل اللي جاي للدايفرام، وفيسل هنا جاي للايه؟ للسبلين. يبقى دايفرام والحته اللي جايه للدايفرام والسبلين دي كده التسمي، وجريت سبلينكنيك نيرف اللي هو جاي للسبلين، يعني اللي هو مين؟ الكراس اوف الدايفرام، ليفت كراس اوف الدايفرام، واللي جاي له مين؟ ليفت انفيرير فرينيك فيسل، و اللي هو مين بقى اللي جاي للسبلين؟ اللي جاي للسبلين الليفت جريتر سبلينكنيك نيرف. يبقى نسكمها في الدايفرام واللي جاي للدايفرام، واللي هو ايه؟ الجريت سبلينكنيك نيرف او حاجه جايه للسبلين. تمام، يبقى البوستيرير ريليشن اول حاجه النك والسوبير ميدياستانم بيبقى ريليتد للفيرتيبرال كولم، البوستيرور ميدياستانم بتبقى ريليتد، الاسوفيكس بيبقى سيباريتد عن الفيرتيبرال كولم بحاجات سكناها في كلمه طرد، التي ثوراسيك داكت، الاي ازايجوس فين والهيمي ازايجوس اللي جايين يصبوا فيه عند مستوى من تي 8 لتي 9. طيب والديسندنج اللي هو الار بقى رايت بوسير انتركوستال فيسلز او ارتريز، والديسندنج دي ديسندنج اورتا بتاعنا. تمام، بعد كده عندي في الابدومينال بورت سكناها في الدايفرام وجزء من الدايفرام واللي جاي للدايفرام واللي جاي للسبلين. تمام، كراس اوف ديفرام، ليفت انفيرور فرينيك فيسل، وجريتر او ليفت جريتر سبلينكنيك نيرف. تمام، بعد كده عندي الرايت ريليشن، رايت بلورا ولونج. يعني جيت بصيت هنا هو الاقي المفروض ان انا شايله الرايت بلورا واللنج والارش اوف ازايجوس. انا عن ناحيه الرايت فاكرين ناحيه الرايت كانت ناحيه الفينات على طول، يبقى الارش اوف ازايجوس فين جاست اباف ذا روت اوف ذا لنج، المفروض الروت اوف ذا لنج اللي هو قصاد الحته دي بالظبط اللي هي فيها الفيسلز دي. تمام، فهو بيبقى فوقيه. طيب الناحيه الليفت برضو هتبقى عندي في سوبير ميدياستاينم وفي بوستيرير ميدياستاينم. البوستيرير ميدياستينم عشان سهله اول مره تبقى سهل، الديسندنج اورتا وليفت لانج وليفت بلورا. تمام، طبيعي ليفت لانج وليفت بلورا ده اساسي. تمام، هنا بس الديسندنج اورتا لو جيت ده ديسندنج اورتا انا بشاور عليه اهو، لو شلته هلاقي الاسوفيجاس ورا الاسوفيجاس الحته دي كده، بس انا مش شايفاه عشان الديسندنج اورتا مداري عليه من ناحيه ايه؟ من ناحيه ليفت. طيب ده كده في الايه؟ في البوستيرير ميدياستاينم. طب هشوف بقى الايه السوبير ميدياستاينم، هلاقي كذا حاجه، هلاقي ثوراسيك داكت وليفت سبكليفيان وليفت ريكورنت لارينجيال نيرف، وهلاقي بقى الارش اوف اورتا والليفت لانج والليفت بلورا. ايه الحاجات الكتير دي؟ بصوا عشان نبقى عارفين، طبعا الليفت لانج وبلورا ده اساسي عشان على الناحيه الليفت اهو. طيب والارش مش احنا قلنا في الرايت كان في ارش اوف ازايجوس، يبقى في الليفت هنا الارش اوف اورتا. تمام خلاص حفظنا الثلاث حاجات الاخرانيين ديت، ممكن نسكمها في ايه؟ سو سوري. تمام، سو ثوراسيك، سو سبكليفيان، سو الثانيه اللي هي سبكليفيان، ري ريكورنت لارينجيال. يبقى سو سوري نسكمها في سو سوري، ثوراسيك داكت ليفت سبكليفيان، وري اللي هو ليفت ريكورنت لارينجيال نيرف. تمام، يبقى حفظناهم اهو. نراجع الريليشن بتاع الرايت سايد، اول حاجه الرايت لانج وبلورا والبلورا بتاعتها والازايجوز ارش. تمام، هنا في الليفت قلنا سوبيرير ميدياستانيوم وبوستيرير ميدياستانيوم، نبدا بالبوستيرور نفس الكلام ديسندنج اورتا داري عليه اهو، والليفت لانج والليفت بلورا. هاجي في السوبيرير ميدياستانيوم هلاقي نفس الكلام، مش انا قلت هنا بلورا في الرايت يعني بلورا وارش ولانج، ادي يبقى الليفت هنا بلورا ولانج والارش اوف اورتا عشان الناحيه الليفت. تمام،
طيب هنا برضو هنلاقي نسكم هنا سو سوري ثوراسيك دكت، والتانية سب كليفيان ليفت سب كليفيان و ليفت ريكورنت لارينج. تعالوا نشوف على الرسمة، المفروض ان الاسوفجس هيبقى ماشي هنا على ناحية الليفت منه، ادي الليفت سب كليفيان ارتري اهو، والمفروض ان الثوراسيك دكت تبقى ماشية معاه، واللارينجيال نيرف يبقى موجودين هنا برضو. تمام. نشوف بقى الارتيريا سبلاي، وده مهم. الارتيريا سبلاي ده ذا اسوفجس از سبلايد باي سمول برانشز فروم. اول حاجه طبعا احنا هنقسم للاجزاء بتاعتنا، يعني مثلا السيرفايكال بارت هيبقى باي ايه الانفيرور ثايرويد ارتري اللي هو جاي من السايرو سيرفايكال ترانك فروم الفيرست بارت اوف سب كليفيان ارتري. تمام. المهم يعني فهو جاي هنا، ادي سب كليفيان ارتري اهو طالع منه مين اللي هو الانفيريور ثايرويد ارتري، الانفيريور ثايرويد ارتري طالع للثايرويد جلاند. تمام. فهو هيغذي كمان الجزء بتاع الاسوفيجاز اللي هو في السيرفايكل، ما هي جنبها يعني. تمام. جيران وكده فبيدوا بعض. المهم بعد كده عندي في الثوراسيك بارت مفيش اعظم من الثوراسيك اورتا ان هو يديه، فالديسندنج الثوراسيك اورتا بيدي في الاسوفيجاز في الثوراسيك بارت. تمام. بعد كده في الابدومينال بارت عندنا الليفت جاستريك ارتري. لو جيت بصيت هنا بصوا، ده الليفت جاستريك ارتري اللي انا بشاور عليه، ده الاسوفيجاس اهو، الاسوفيجاس اهو، فهو هياخد منه. تمام. سهل خالص. طب الليفت جاستريك ارتري، ليفت عشان على الناحيه الشمال، جاستريك عشان ريليتد للاستومك، وارتري جاي منين؟ من حاجه اسمها سيليك ترانك. سيليك ترانك اللي هو جاي من الابدومينال اورتا، يبقى في الاصل جاي من الابدومينال اورتا، عمل السيليك ترانك، السيليك ترانك ادالي الليفت جاستريك ارتري. تمام. يبقى البلاد سبلاي بتاعي او الارتيريا سبلاي او الحاجه السيرفايكال خدت من الانفيريو ثايرويد اللي جاي في الاخر من السبكليفيان، الثوراسيك خدت من الديسندنج ثوراسيك اورتا، والابدومينال خدت من الجاستريك او ليفت جاستريك ارتري اللي جاي من السيليك ترانك اللي جاي من الابدومينال اورتا. تمام. ناخد الفينس درينج برضو نفس الكلام، كل جزء هيحصل له درينج بحته من جنبه. اول حاجه السيرفايكال بارت باي الانفيريو ثايرويد فين، نفس الاسم الفين اللي هو هو يحصل بقى درينج يروح مين للانومينت فين. تمام. تمام. بعد كده عندي الثوراسيك بارت هيحصل له درينج بالازايجوس فين والهيمي ازايجوس. فاكرين لما قلنا اللي هو ريليشن، ادي الازايجوس اهوت والهيمي ازايجوس اللي موجودين دولت على الناحيه الليفت وده على الناحيه الرايت اللي هو الازايجوس، فبيحصل له درينج، ما هو اصلا حواليه وعاملين ريليشن معاه، فهم هيعملوا درينج يعني، امال هم واقفين لازمتهم ايه. تمام ماشي. وبعد كده عندي في الابدومينال بارت باي الليفت جاستريك فين والشورت جاستريك فينز. تمام. ليفت جاستريك فين باسم الارتري لسه قايلينه، وعندي السبلين، السبلينكنيك فين اللي هو موجود هنا ده بيطلع لي شورت جاستريك فينز، شورت قصير وجاستريك عشان راح للاستومك. تمام. تمام. يبقى التاني الفينس درينج بيبقى عباره عن سيرفايكال بارت ثوراسيك وابدومينال. السيرفايكال بارت باسم الارتري انفيرو ثايرويد ويروح يصب في الانومينت فين. بعد كده عندي الثوراسيك بارت دوت بيبقى عباره عن اللي هو الازايجوس فين، طبعا عارفين هم عاملين ريليشن معاه، فهم مش هيقفوا ساكتين كده، هيعملوا درينج بالمره زي الازايجوس والهيمي ازايجوس. وبعد كده عندي في الابدومينال بارت دوت هيبقى بنفس اسم الارتري الليفت جاستريك فين، ليفت جاستريك فين، وكمان شويه فينز كده صغيره جايه من حاجه اسمها شورت جاستريك فينز جايه من السبلينكنيك فين. تمام. حته بقى كلينيكال كده اللي هي الايه الفاريسز اللي كنت بقول عليها في اول الفيديو. عندي البلاد فروم ذا ابدومينال بورشن اوف ذا اسوفيجاس. في حته هنا عايزه اقولها برضو، بصوا هو دلوقتي بصوا ده حاجه اسمها البورتال فين. البورتال فين دوت عباره عن فين بيروح للايه للليفر، يعني احنا عارفين ان الفين بيلم الدم ويروح يوديه للهارت على طول، لا البورتال فين ده بيلم الدم من الجي اي تي ويروح يوديه في الليفر الاول، يحصل له بروسيسنج ويشوف الليفر عايز يظبط ايه في الاكل وكده، وبعد كده يروح للايه الهارت. دلوقتي احنا زي ما احنا شايفين الاسوفيجاس بيحصلوا درينج بحاجه اسمها اللي هو البوستيرور وول، البوستيرور بارت منه او الحته اللي تحت منه يعني، بيحصل لها درينج بحاجه اسمها الليفت جاستريك فين والشورت جاستريك فينز. المفروض ان الفينز دي بتروح تعمل ايه، يعني بتروح تصب في حاجه اسمها البورتال فين، والبورتال فين ده بيروح على الليفر. فممكن يجي سؤال هنا يقول لي ايه،
هو الاسوفيجاس كله بيحصل له درينج سيستميك ولا بورتال ولا الاثنين؟ فلا هقول له مثلا ده جزء الميلي بارت منه بيحصل له درينج سيستميك، وجزء منه صغير اللي هو اللي تحت بيحصل له درينج بالبورتال سيركيوليشن، تمام؟ فالحتة دي مهمة برضو نخلي بالنا. تمام تمام ماشي. نشوف بقى الجزء دوت هو تبعها يعني. قال لي blood from the abdominal portion of the esophagus drain mainly into the esophagus and partly into the left gastric. جزء بيروح للأزاجس وجزء بيروح للليفت جاستريك. ذا ليفت جاستريك فين از تريبيوتري تو البورتال، بيروح للبورتال فين اللي هو رايح للليفر. ذا لور اند اوف ذا اسوفيجاس فورمز وان اوف ذا امبورتنت سايت اوف ذا انستموزس بتوين البورتال اند سيستميك سيركيوليشن. يبقى هو عباره عن انستموزس او جزء من الانستموزس اللي بيربط لي السيستميك والبورتال سيركيوليشن، لان هو بيحصل له درينج بالاثنين يعني اللور اند منه. ماشي. لو حصل سيروزس في الليفر اللي هو تليف يعني في الليفر causes obstruction of the portal circulation هيحصل leading to a abnormal dilatation of الاسوفاجيال veins. يعني ايه؟ لو حصل تليف في الليفر هيعمل لي انه الدم اللي المفروض في الفينز اللي في الاسوفيجاس مش هتروح للليفر. طيب يعني هتنسد بمعنى اصح. فلما عارف لما تزنق على حاجه الدم اتزنق دلوقتي في الايه في الفين، فيحصل له دايلاتيشن. الفين يحصل له دايلاتيشن. الدايلاتيشن ده بيعمل لي حاجه اسمها فاريسيس. الفاريسيس ديت ممكن تكون الونجيشن دايلاتيشن او تروشوستي يعني حاجه كده معرج يعني يبقى معرج. تمام. فلما يحصل رابشر للاسوفاجيال فاريسيس دي بيعمل ايه؟ هيماتومسيس. ده اللي احنا قلنا عليها في الاول. تمام. اللي كنا بندخل بالمنظار يعني عشان نشوف سبب الهيماتومسيس وكده. فمن اسباب الهيماتومسيس ان هو يبقى عندي الفاريسيس دي رابشرت اللي هو يعني عباره عن فين ودايليتد كده شويه ودم فيه كتير يعني. فلو رابشر هيطلع لي البلاد الكتير ده ويحصل هيماتومسيس اللي هو الشخص يرجع دم يعني. تمام. الليمفاتيك درينج برضو نفس الكلام. عندي السيرفايكال بارت هيروح يعمل في الباراتراكيال والريترو فرانجيال ليمف نود. فاكرين الفرنس برضو كان بيعمل فيهم كده. ثوراسيك بارت هيروح يعمل درينج في البوستير ميدياستاينم ليمف نود. تمام. مش البوستير ميدياستاينم موجود في الثوراسيك فهيبقى يعمل فيه. تمام. واخر حاجه في الابدومينال بارت بقى ده درينز في الليفت جاستريك نودز اند سيلياك ليمف نودز. هو غالبا يعني الليمف نودز بتتسمى برضو ريليتد لايه؟ للارتري اللي موجود. فنفس الكلام هو في هنا الليفت جاستريك نودز اللي هي ريليتد للليفت جاستريك ارتري. تمام. اند سيلياك ليمف نود. طيب بعد كده عندي النيرف سبلاي. يمكن خدنا فكره عنه في الاول. قال لي اول حاجه هو سبلاي باي انتيريو اند بوستيريو اسوفاجيال بلكسس ويتش سراوند ذا اسوفاجيال او اسوفيكس يعني بيلو ذا ليفل اوف الروت اوف ذا لانج في البوستير ميدياستاين. تمام. they are formed by fibers of both vagi اللي هما بيعملوا ايه sympathetic fibers and both and fibers from ايه sympathetic trunks. يبقى طبعا الاسوفيجاس ده حاجه من يعني اورجان داخلي فبيجي له سمباثيك وبارا سمباثيك. البارا سمباثيك جايله عن طريق الفيجاس والسمباثيك جايله عن طريق السمباثيك ترانك. الفيجاس اللي هما اللي هو كان في الاول رايت وليفت وبعد كده في الاخر بقوا بوستيرور وانتيرور. عملوا البوستيرور وانتيرور بلكسس اوف ذا ايه ذا اسوفيجاس. طيب في حته كده ابلايد اناتومي حته كلينيكال يعني. قال لي اول حاجه احنا قلناها برضو في الاول the esophagus is closely related to the back of the left atrium. الاسوفيجاس بيبقى نايم عليه left atrium. طيب لو حصل left sided heart failure او مثلا cardiomegaly القلب زاد في الحجم او حصل فشل في عضله القلب فبيحصل ايه ان الاسوفيجاس may be compressed backward باي انلارجد ليفت اتريوم. تمام. الاسوفيجاس بيحصل له كومبريشن بيتضغط عليه وبيرجع لورا نتيجه الانلارجمنت اللي حصل في ليفت اتريوم. ذس كان بي سين ان باريوم سوالو. يعني ايه باريوم سوالو؟ انا دلوقتي لو جيت شفت الاسوفيجاس مبدئيا كده نراجع بس المعلومه ان انا دلوقتي لو حصل كارديوميجالي او ليفت سايد هارت فيلير هتضغط الليفت اتريوم اللي ساند على الاسوفيجاس دي تضغط عليه وتخليه كومبريست باكورد يندغط لورا
على نتيجة ان هو كبر يعني. طيب بعرف ده ازاي؟ زي ما قلت في حاجة اسمها باريوم سوالو. الباريوم سوالو دي عبارة عن صبغة كده بتتشرب، يعني المفروض ان انا لو جيت صورت الاسوفجاز دلوقتي انا مش هشوفه بالاكس راي يعني، مش هشوفه لانه هو عبارة عن ما فيهوش بون، ما فيهوش اي حاجة تتشاف بالاكس راي. احنا عارفين الاكس راي بتبين لي العظم وحاجات يعني بسيطة، فالاسوفجاز مش هيبان فيها. طب انا عايزة ابينه، هشرب صبغة، الصبغة دي هتبينه لي ابيض. طيب لو في اي مشاكل في الاسوفجاز مثلا زي الفريز او الفريسز اللي احنا سألين عليها او التيومر مثلا، هبان سمرة، فهعرف ان في مشكله هنا. فدي الابلايد اناتومي، الحته بتاعت الايه الباريوم سوالو. نفس الكلام برضو لو انا عايزه اشخص انه في ليفت سايد هارت فيلير ومش عارفه مثلا اعمل ايكو او كده، فممكن ايكو اللي هي اشعه تلفزيونيه على القلب، او مش عارفه اعملها، فانا هبدا ان انا اشوف مثلا الباريوم سوالو دي، هشرب صبغه الباريوم وابدا ان انا اشوف الاسوفيجاس. هلاقي الاسوفيجاس يعني تخين شويه من فوق ونازل على تحت برفيع، فنازل تحت برفيع دي معناها انه في حاجه ضغط عليه او في حاجه زنقاه، فالحاجه اللي زنقاه دي اعرف ان فعلا في هارت ليفت سايد هارت فيلير، او الليفت اتريوم يعني كبر شويه هنا وضغط عليه، فاعرف ان في مشكله هنا، فده هيساعدني في التشخيص وكده. يبقى النيرف سبلاي زي ما قلنا جاي له سمباثيك من السمباثيك ترانك، وبارا سمباثيك من الفيجاس البوستيرو الانتيرو البوستيرو اسوفيجاس بليكسس، اللي بتبقى اراوند الاسوفيجاس. الحته بتاعت الاولايد اناتومي ان انا لو حصل كارديوميجالي هتضغط لي على الاسوفيجاس فتخليه لي كومبريسد باكورد، فهشوفه في الباريوم سوالو ان هو شكله متغير عن يعني فوق تخين ونازل تحت على رفيع، فاعرف ان في كارديوميجالي هنا، وابدا ان انا اشوف الانفستيجيشن الثانيه او التحاليل الثانيه يعني والاشعه، وابدا ان انا اعرف فعلا واتاكد يعني في ليفت سايد هارت فيلير وابدا ان انا اعالجه. تمام، ده كده بالنسبه للجزء الاسوفيجاس. اتمنى اكون قدرت اوصله لكم، واسفه لو حد ما فهمش مني اي معلومه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.